عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الفيديو هذا اللي غندير دابا اللي تتمه ديال داك الفيديو اللي قبل منه، راه يعني شرحت فيه كيفاش صاوبت هذا الشيء، هذا صاوبت هذا الجيب ولصقته هنا وهذا الشيء. دابا غادي نديرو التتمه باش نكملوا ان شاء الله هذا الكابيتشو هذا. هذا دابا المهم القب، ها هو القب مقطع هنا، وها هو الدوبل ديال القب، يعني الداخل ديالو الدوبل ديال القب هو هذا. غادي نجي لهنايا لان بغيت ندير له واحد الزواقه هنا على برا من الكحل. ها هي مقطع عندي هاد السينته هادي، غادي نجي غادي نلصقها هنايا، غادي نخيطها له هنا. المهم هنا في الدور راه الانسان كيدور كدور كدور المهم بشويه. نقطع هادشي لي شريط، نجيب هاد الخط طرف الخط ديال القب، نشدو هاكا نقاد هنايا مزيان. هون نبدا من هاد الجهة عاوتاني باش نلصق له هاد الطرف ديالو. القب جاك في هاد الزواقات، المهم نتمنى تكون بانت لكم مزيان. هادي هاهي يعني القب هو. دابا غادي ندوز نخيط الدوبل ديال القب، وفاش نجمعهم غادي تشوفوا ان شاء الله كيفاش مجموع القب. المهم ها هو الدوبل ديال القب اللي غيكون داخل، انا خيطته حتى هو. ودابا غادي نجي غادي نلصق لاكارنيتور، هاد لاكارنيتور هادي ديال الداخل، يعني الكارنيتور اللي غتكون هنايا، لاكارنيتور ديال الضفة. لاكارنيتور قطعناها هاكا في هاد العيبة هادي، غادي نجي غادي نلصقها هنايا، نلصقها للقب. نجيب هادي كنلصقها هاكا. المهم ها هو غاسل لصقت هاد لاكارنيتور من هاد الجهة، هاهي غنجي بحال هاكا، هاهي هاهي لاصقة من واحد الجهة. المهم أنا غادي نلصق عاود للجهة الأخرى، نلصقها حتى هي، يعني راه كتخيطها من هنا هاكا إلى الجهة هاكا. المهم ها هو لاكارنيتور دابا لاصقة في القب، هاهي لصقت له لاكارنيتور من هنا ومن هنا، هي لاصقة فيه. دابا غادي نمشيو لهذا، هذا هو الطرف ديال اللور ديريير، هذا الطرف ديال اللور غادي نلصقو عليه لاخر القدام، نخيطو عليه ديال القدام، هاهو غنحطو الكتف على الكتف، يعني راه باين هادشي هذا راه هاكا، هادشي الداخل، هاهو الكتف على الكتف. من طبيعة الحال غادي نحطو الكتاف بجوجهم، هاهو و لاخر هاهو، يعني الكتف لاخر هاهو، هاهو من الأخير من هنا بلا ما كان، يعني بلا ما كنقطعو الخيط من هنا هاكا، هاهي
نوضي. المهم هنا دابا غادي نلصق القبض، نجيب القبض ونلصقه يعني هو القبض غادي نلصقو مع هذا، يعني هذا هو الوسط ديالو. بطبيعة الحال كنجيب هنايا هاد الوسط هذا كندير فيه واحد الكرانة، ندير واحد الكرانة هنايا باش كيعطيني نعرف الوسط، فهمتيني؟ هاكا المهم اللي سميتو الا بغيتي زعما تتفادى شي حاجه اللي غتجيك ماشي هي اللي كتشدو بلا فرانكل، وغدير هاك قد قد حتى تشوف واش جاي هو هذاك، يعني راه جاني القبو هو هذاك في العبار، كان شجر هذاك الشيء اللي شايط كتنقصو. كنحط هذا الحرف مع هذا ها تنخيط هكا وصلت هذيك لابانكل نحيدها باش ما ندوش عليها تهرس ليبرا هي لصقت القب يعني هو هو لصقت القب جا هكا. المهم دابا غادي نجي باش نلصق السنسلة، غادي ندير السنسلة هنايا ندير السنسلة. المهم هو دابا غادي نجيب السنسلة وغادي نبدل يعني نبدل الصباط باش ندير الصباط ديال السنسلة. واخا المهم كنت قلت لكم غادي ندير الصباط ديال السنسله باش نركب السنسله، اسمحوا لي نسيت بلي راه غادي ندير هنايا السكاي، انا غندير السكاي داير على جاي من ليه وداير حتى لهنايا، يعني غيدور على اللقب ويكون حتى في بلاصه السنسله. المهم انا غنصيبو كنطويه هكا على جوج باش كيجيني هكا نحط هذا هنا يعني مع هاد التقطيعه هادي مع هاد الفتحه نحطو هكا وغنخيط. المهم كنبقى نقاد وبدا نخيط كما شفتو كيجا هكا فهمتي واضح باين لكم هادشي. المهم انا غندورو على القبض كامل. المهم انا ركبت هاد السكاي اللي قلت لكم ها هو كيجا وداير على القبض كامل. وهنا حيت ركبتو راني درت واحد الخياطة هنا من الداخل هاهي قبضتو هكا وخيطت على هاد الكرانة هادي صافي. وهادو ما عندناش بيهم الغراض دابا غادي نقطعوهم هكا صافي وجات هكا. دابا حاليا عاد غادي ندير الصباط ديال سميتو ديال السنسلة باش نركب هنايا السنسلة. المهم هي السنسلة غادي ندير لها هكا غادي نحطوها هكا نقدوها هكا
داخل لداخل وكتقلب. وتخيط هكا الخياطة هذه ديال القب، ها هي هنا، يعني غنفوتها غير بواحد شوية ونخرجها هكا. ها هي يعني هكا غتجي، وعاود كنقلب باش ندير حتى الجهة الأخرى. الجهة الأخرى نفس العملية. هنا غادي نساليو هادي، المهم ها هي جات هكا السنسلة. السنسلة جات هنا، درنا حد هنايا. المهم ها هي دابا غادي نعاودنا نلصق القب ديال الداخل. نحاول نوريكم كيفاش نلصقو القب ديال الداخل. المهم دابا هذا الضوء ديال القب انا غادي نلصقو، يعني كنجيب هذا كنحطو معاه. خياطة غير هنا من الكتف، هاي من الكتف مناش كنخيطو على وجهي. كنمشيو مع الخياطة القديمة ديال القب الآخر، يعني القب الرئيسي. هذا راه الدبل ديال القب اللي كنلصق من الداخل. تجي بحال هكا، تجي هكا مفيني من الداخل. دابا هو مخشي في وسط معنا هكا، يعني مخشي. خصني نخيط هادشي هذا باش نخيط هاد الدورة، يعني نخيطو من البلاصة هادي. نشد هاد الخياطة مع هاد الخياطة اللي هنا، كنقاد هكا باش ما يجيني شي مزاقل. كندخل هنا لداخل، تنقلب هكا هاد البلاصة هادي. هاهما شتو هاد الخياطة مع هادي، هاهي نشد هكا ونجي لهنايا ونخيط.
السنسله هي هذه، السنسله اللي تمشي عندها غادي ندخلها لهذا الشيء، ما نخليهاش تخرج لي لبرا، خصني ندخلها لهنا باش تبقى لداخل. دابا هنا هذا هو الداخل باش ما تخرجش ليه الوجع. تنخيط و تنقلب كاين هنا كتبان ديك الخياطة ديال هاد السكاي، هدا ممكن تمشي عليها باش يبان تا هو. تنقلب كلشي هكا باش يبان لي هاد الوسط ديال القب، هاد الخياطة هادي باش ما يجيوناش دايرين هكا مزاكلين، خصو يجيو هكا باش نجيب هذا في بلاصتو. هنا هاد التحتاني ما كنجبدوهش الفوق هنا. لان الفوق هنا حيت دايز فيه السكاي كيبان شويه مجموع، كيجي شويه مجموع على الاخر، يعني خصك تحاول تشرب داك الاخر، الاخر هو اللي خصو يبقى تبقى تشربو واحد شي شويه باش يجيك قد قد هذاك، باش ما يجيك شي تحتاني كبير. تنجبد القب باش كيتقلب ليا باش المهم كدور به كامل حتى كيجيك لهذا حتى كتكملو للجهة الأخرى. والمهم فدابا أنا غندورو كامل وغادي يتبان لكم كيفاش جا كلهم فيني وداكشي، ونتمنى أنكم تكونوا استفدتو ويعجبكم الفيديو.